ارتياد مدرسة جديدة قد يغير حياتك، خاصة إذا اكتشفت مختبراً سرياً فيه ثلاثة كائنات تعيش في جرار. جائع، باركا، أوبن، سكان الجرار جاءوا من حول العالم، لا يعرفون البرية. إذا درسنا ما كتب في الكتاب الكبير قد نتمكن من إعادتهم إلى ديارهم بسلام. فقط إذا نجحنا في تجنب نبيه المبتكر وأجهزة تعقب الجرار الشريرة. سكان الجرار لقد خرجوا ولن يعودوا إليها. الحكة. أشعر بحكة، أشعر بوغز، أمر مؤلم. ماذا يجري هنا؟ باركا يشعر بحكة ويعطس طوال الليل. ها؟ حرارتك طبيعية لكن لحاءك يتشقق، جربت ترطيب نفسك بذيلك؟ ليس فقط، حاولت شفط بعض الماء بلا فائدة. أعتقد أننا نعرف ما سيحدث. وقت النجاة. تحب سماعة الطبيب. ها نحن هنا، أمراض الجلد. يبدو أن باركا مصاب بداء تشايتس أشباي، أيا كان هذا. هل له علاج؟ تغطيس المريض تماما في الماء لكن صفحة مفقودة. إذن سنعطي باركا حماما؟ نعم، لكن المكان الوحيد هو النهر. باركا سنذهب للسباحة. شانغ ماذا تفعل هنا؟ سنختبر المتعاقب الجديد. عملي الجديد يا سيدي، قوارب تشانغ للعائلة السعيدة. تشانغ لا داعي لهذه الوظائف الإضافية، عندما نعثر على سكان الجرار سنصبح أثرياء. ألا تثق في موهبتي؟ أثق تماما يا سيدي، لكن أريد الكثير من المال أيضا. تشانغ هل أخبرتك من قبل عن عم جدي بروفيسور المبتكر السادس؟ كان رجلا عظيما. أذكر عندما كنت صغيرا. توقف، إنه نبيه المبتكر. والدرس من هذه القصة هو لا تحلق لكلب قبل أن تعرف من مالكه. كما ترى أحتاج إليك. أمرك. جيد، هيا إلى العمل. بالقوة. تشانغ هل تعرف ماذا يعني هذا؟ في مكان ما على هذا النهر العظيم يوجد سكان الجرار. إلى المختبر. أمرك يا سيدي. الآن إلى حمام باركا، لكن الزموا الصمت. هذا جيد. اهدأ يا باركا، المياه هادئة، اعتبر الأمر درس سباحة. تبدو باردة ومبتلة. ماذا أرى في الماء؟ شخصا جبانا. حقا؟ أين؟ النجدة. ألا قادم يا باركا؟ لا انتظر باركا، عليك أن تكف عن ضرب الماء. يجب أن نفعل شيئا. سنقترض القارب. هذا خطر جدا. صوفي ثقي بي، أعرف ماذا أفعل. كأنني حاصل على الحزام الأسود في الإبحار. فريد، ذهبت للصيد في جدولي مرة. هذا نهر وبه منحدرات. تعرفين ما أقول للمنحدرات؟ أقول أحضري سترة النجاة. النجدة. لا تخف، الأمر ليس سيئا. حسنا، سأسمح لك بالخوف. حسنا، خف الآن. إن الأمر ينجح، لم أعد أشعر بالحكة لكن جلدي يتحرك. الآن غير ثابت. ماذا تعني بغير ثابت؟ مثل الهلام. جائع يريد الهلام. يا رفاق، ها احترسوا من المنحدرات. ما المنحدرات؟ أسرع يا تشانغ. تشانغ أي إشارات لديك؟ لا أستطيع فهمها يا سيدي، فالآثار تتوقف هنا. لقد اختفوا في هذا المكان، لقد أخذوا القارب، علينا أن نتبعهم. نعم، هم مدينون لي بإيجار. سيدي أحمل أشياء ثقيلة. لا تقلق، لن أدع شيئا يؤذيك. أنت الآن في أمان.
أخبارك يا بركة؟ مهتز تماماً، أعتقد أن المنحدرات هزتني قليلاً لكنني بخير. لم أعلم أنك تستطيع هذا، علي أن أدونه في الكتاب الكبير. أين كراستي؟ لدينا أمور أخرى تقلقنا، انظري. نحن نغرق، اتجه للضفة. أقود بموجة أوبل. أخيراً نحن في أمان. ماذا عن باركا؟ جاء يقول ماذا عن باركا؟ ها؟ هل هذا باركا؟ انذر بالخطر، فلننزل هناك وننقذه. سأفعل. لنذهب من هذا الطريق. حسناً، لنتمهل قليلاً. هذا الدرج يبدو زلقاً. صوفي، في باتاغونيا المنحدرة كبيرة بهذا الحجم. هذا لا شيء. جاء يمكنه فعل هذا. واو. لن تفلحوا جميعا فوق منحدرات باتاغونيا. هيا يا رفاق، ماذا يحدث؟ تحترقون في الشمس؟ اهدأوا، هناك متسع للجميع. كانوا هنا، تركوا القارب وذهبوا إلى مكان ما. قاربي، إنه بلا تأمين. يجب أن ننزل إلى هناك. كيف؟ هناك. حسناً، ما الذي تنتظره؟ سيدي. لا تقلق، أنا هنا. رحل بدوني، إنه أناني. هذا أكثر تحضراً. أنا مرن مثل أي شجرة، لكن الاصطدام أصبح مزعجاً. أنتم جلبتم هذا. الحكة توقفت. حسناً، دعونا لا نفعل هذا مرة أخرى. هل يرى أحدكم باركا؟ هناك باركا. حالة طوارئ، ذاهب لمصنع قطع الخشب. إلى مواقعكم جميعاً، علينا إنقاذه. لن ننجح أبداً. يا رفاق، تشبثوا بجائع. مسكين باركا. آخر شيء قلته له، إنه جبان كبير. اهدأ يا أوبل. باركا، كيف؟ لا أعرف، فقد قفزت خارج جلدي. كنت تنسلخ، لهذا كنت تشعر بالحكة. كنت تتخلص من جلدك. يسعدني أنك بخير. إذن ما سبب القلق؟ قلقنا لأننا تصورنا أنك أصبحت قطاراً لعبة. تشانغ، تشانغ، انهض. دكتور المبتكر، لقد تبعنا. علينا أن نتخلص منه. أسرع يا تشانغ، هذا ليس وقت السباحة. قراءة المتعاقب عالية. رائع، أنت هنا، هذا الشيء ثقيل. شكراً على إنقاذي يا سيدي. لا شكر على واجب. الآن أقوى الإشارات تأتي من تلك الجذوع، هيا بنا. أنقذني يا سيدي، أنقذني.
أنا أثق في مهاراتك. هذا ما يسمى بابتزاز المشاعر. متعقب الجرار المسكين. أنقذتني يا سيدي، أنا متأثر جدا. نعم يا تشانغ، حاول السيطرة على التأثر وساعدني كي نبعد هذه الأشياء. على الأقل سيمارسان الرياضة. واصل الجري يا تشانغ، واصل الجري.